ديال واحد 4 سنوات بدات تيطلق لعندنا المنطقه، بدينا تنعرفوا ديال انها راه حشره قرمزيه، بدينا تنعرفوا ديال انها ديك الحشره قرمزيه. من بعد ملي بدات ديك الحشره قرمزيه انها جات، بدات تقضي على منتوج الزعبول. الزعبول او الهنديه هو كان عنده واحد تاثير اقتصادي كبير عندنا في المنطقه. هو السبب ديال باش تم القضاء على هاد على 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 الصبار. كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو من جهه، يعني الفلاح تيتحمل المسؤوليه ديالو من جهه، ومصالح وزاره الفلاحه حتى هي تتحمل المسؤوليه ديالها، ولونس المكتب الوطني للصحه حتى هو تيتحمل المسؤوليه ديالو. لان للاسف ما كانش واحد التنسيق ما بين هاد، يكون واحد التنسيق تشاركي يعني بين هاد المتداخلين ثلاثه، للاسف هو ما كانش. احنا من قبل يعني كان الصبار كما تنقولوا كان تقريبا راه كان بحال نقولوا كان بشكل مجاني، لان احنا خصوصا احنا كنا تنكونوا بواحد الشكل مجاني، كان عندنا موجود، كانوا الناس تيجيو تيديو بشكل مجاني. ولكن في هذه السنوات في هذه الاعوام الاخيره 3 سنوات الاخيره ولا عنده واحد ارتفاع صاروخي، ولينا نشوفوه في الاسواق الكبرى وفي المتاجر الكبرى. للاسف هو انعدم عند الفلاحه الصغار، ما كناش حنا قاعدين نشوفوا في المنطقه منين تيجي، ما كناش عارفين المنتج. المهم حنا ما تنشوفوش، ما كناش قاعدين نشوفوا الصبار بصفه عامه، ولكن منين تيجي داك الصبار تنشوفوه تيتباع في الاسواق الكبرى والمتاجر الكبرى، ولكن ما عرفناش منين تيجي بالضبط. وزارة الفلاحة اكتشفت شي 8 الأصناف تقريبا أنها مقاومة لهذ الحشرة القرمزية. يعني هذا شي مزيان، هذا الجهد مشكور عليه وزارة الفلاحة، ولكن احنا للأسف مازال ما وصلنا والو، مازال ما شفنا حتى حاجة. هادشي تنشوفوها في التلفازات، تنشوفوها في الإذاعات، تنسمعوا به، ولكن احنا مازال ما شفناش نهائيا. كنا تنعتمدوا عليه بواحد الشكل كبير، وهو باش مزيان، يعني انه كان انه تقاوم الجفاف، يعني هو مع التغيرات المناخيه ما كناش نخسروا عليه بزاف، وفوق هذا الشيء يعني طبيعي هو بيو، ما كنا نخسروا عليه لا ادويه لا والو. هو اللي تيربح بزاف دائما هو الوسيط تيربح اكثر من الفلاح، هو اللي تيسوق للمنتج، لان هذيك الحلقه توصل لما بين الفلاح والمنتج هو داك الوسيط، هي العموم ديال الارباح الكبيره تتكون عند الوسيط، الفلاح ما تيستافدش بزاف. التأثير ديال الحشره القرمزيه على الفلاح اللي كان تيسوق الصبار هو انه قضات لي على المنتوج، وما بقاش هو، لان بطبيعه الحال لان منها تقضي على المنتوج قضات لي على الاقتصاد ديالو، على الرزق ديالو اليومي، المدخول ديالو اليومي قضات لي عليه. اذا خصو هو يقلب، يحاول يدير فلاحه اخرى بديله.